بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. لا يوجد تناقض بين الدين والعلم، ولا يصح ان يوجد اي تناقض، لان لا تناقض بين العلم بالله وبين العلم بمخلوقاته. كلما ازددت علما بمخلوقات الله كلما ازددت علما بالله سبحانه وتعالى وبحكمته. والإسلام بالذات دين عقل ودين منطق ودين علم. ولم يحفظ لنا التاريخ أي مواجهات بين الإسلام وبين العلماء، ولا أي محاكمات من نوع محاكمات جاليليو أو إحراق برونو. كان دائما الإسلام متسقا مع كل جديد في العلم. ولكن هناك بعض الناس بيحبوا يفتعلوا معارك ويفتعلوا تناقضات وينقلوا عن السلف أقوال مغلوطة أو فهم مغلوط عن السلف، يبنوا عليه نوع من الرفض للعلم أو تناقضات مع العلم. وبعض هؤلاء أنكر كروية الأرض وأنكر دورانها اعتمادا على كلام سلفي. شيء عجيب، والعجيب أكبر، العجيب أكثر من كده، إن هؤلاء الناس تراجعوا لما قيل لهم إن ابن تيمية له رأي في استدارة الأرض، وكأنما أي معلومة فلكية مش ممكن تمر عندهم وتبقى مقبولة إلا إذا وقع عليها ابن تيمية. وابن تيمية عالم عظيم من علماء السلف، وهو إمام عصره بلا جدال، وله اجتهادات عظيمة في الشريعة والأحكام والفقه. لكن نظلم ابن تيمية إذا جعلناه حجة فلكية في عصر ما بعد التلسكوب وما بعد الأقمار الصناعية وما بعد النزول على القمر. ده تبقى منتهى المغالاة، منتهى المغالاة وتحميل للسلف الكريم بما لا يحتمل. وفي الواقع ده ما هوش دين، اللي حصل ده ما كانش دين، إنما هو نوع من التحجر، نوع من الجمود، نوع من الكسل الفكري، نوع من الوقوف عند النقل والوقوف عند التقليد، نوع من التنطع الجدلي. والحاجات دي كلها ما هيش دين. الدين هو فكر وانطلاق. الدين فكر وانطلاق. والقرآن بيقول بصريح العبارة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هل هم ساروا في الأرض؟ بيقول عن المؤمنين الذين يتفكرون، بيصفهم بإيه؟ قال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هم تفكروا؟ ما تفكروش. أكثر من كده الدين بينبهنا إلى جميع العلوم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ده علم الأحياء. وإلى السماء كيف رفعت؟ أدي علم الفلك. وإلى الجبال كيف نصبت؟ أدي الجيولوجيا. وإلى الأرض كيف سطحت؟ أدي جغرافيا وطبوغرافيا، كل العلوم. وبعدين الدين عندنا دين عقل وجدل بالحجة والبرهان، مش أي كلام. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهل أتوا ببرهانهم؟ مفيش. المسألة كلها ظاهرة من ظواهر الجمود والتحجر والكسل الفكري والوقوف عند النقل والتقليد. ودي كارثة في الواقع، دي كارثة الدين. هي المسلمين نفسهم في القرون الأخيرة توقفوا عن الاجتهاد تماما وتحجروا، وأصبح خناقات كلها حول تعصب لشخص معين من السلف أو
شخص آخر ومش عايزين يخرجوا عن هذه المنطقة الفكرية بالمرة ولا عايزين يسهموا بدورهم. طب السلف العظيم الكريم أسهم بدوره، فين احنا؟ فين دورنا؟ وفي النهاية طيب فين المخاطرة وفين اقتحام المجهول؟ فين ابن بطوطة وفين ابن خلدون وفين شباب الفكر؟ فين ابن سينا وفين ابن رشد وفين ابن حيان وابن النفيس وابن الهيثم؟ أهو ده الإسلام حقيقة؟ يعني إذا كانوا عاوزين يقولوا إسلام، طب فين إسلام كان مخاطرة واقتحام مجهول وفكر ومناقشة لكل شيء ونظريات وعلوم وانطلاق في كل الأقطار الأربع؟ أين نحن من ذلك؟ فكون ان احنا نسيب ده كله ونتحجر عند ايه، يعني شيء غريب. انا بقول الكلام ده مجددا بمناسبه ايه؟ بمناسبه ما اشيع وما قيل لما نزل الامريكان على القمر، فالبعض قال دي كلام فارغ وده الرواد الامريكان نزلوا في صحراء نيفادا وبيمثلوا تمثيليه على الناس وبيضحكوا على الناس، مفيش حاجه اسمها نزول على القمر، النزول على القمر كفر، والقول بالنزول على القمر كفر، والدين والقران ضد حكايه النزول على القمر. كلام فارغ، ده صريح القران غير كده، عكس كده على طول. القران بيقول سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، جميعا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، والشمس في آية تانية والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، تسخير واضح في آيات كثيرة. وعشان نفهم معنى التسخير نفهمها من الآية سخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. طبعا تسخير الفلك واضح وهو ركوبها، وتسخير الأنهار ركوبها أيضا، واستخراج الخيرات منها واكتشاف الثروات اللي فيها. فإذا معنى تسخير القمر يتضمن على طول إنك تنزل عليه، ليس فقط تستضيء بنوره أو ينورك، لا، يتضمن كل حاجة، يتضمن انك تقدر تنزل عليه وتستفيد من ثرواته وتكتشف ما فيه وعلوم جديدة، كل ده متضمن في كلمة سخر لكم تسخير. يعني مسألة كلمة تسخير تتضمن كده، لأن تسخير الفلك ركوبها وتسخير الأنهار ركوبها والاستفادة منها ما فيها من ثروات، فبالتالي تسخير القمر لن يكون معناه مجرد ان هو بينور لك، لا، ده كل ما يتضمن معنى التسخير ممكن يمشي مع الآية. وبعدين ليه نروح بعيد؟ طب ما احنا عندنا آية الاستخلاف، اني جاعل في الارض خليفة. الاستخلاف ده معناه ايه؟ انت هتستخلف واحد على العزبة بتاعتك ازاي؟ مش تدي له المفاتيح وتقول له خد ادي مفاتيح المخزن وادي المواشي تحلبها وادي الخيل تركبها وادي الارض تعزقها وادي السماد وهيعلمك ازاي تعمل سماد وازاي وازاي وازاي. هو ده الاستخلاف، امال هيبقى تستخلفه على عزبتك ازاي؟ لازم تدي له حاكميه وتعلمه. ف اني جاعل للارض خليفه تتضمن كل ده، ان ربنا هيدينا حاكميه على البيئه ويدينا المفاتيح العلم عشان نستثمر هذه البيئة، وبيئة مش محدودة، مش حكاية أرض، ده يعني كله بقى. ما قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبقى خلاص ده بقت حكاية بقى على بعضها، تسخير هيشمل كله. فالحقيقة القرآن واضح وصريح في قضية التسخير، ولا غرابة مطلقا في ان واحد ينزل على القمر وننزل على المريخ ونكتشف الهلمة الهائلة دي السماوات دي كلها. هم اعتمدوا على آية التعجيز، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهموها غلط، هم تصوروا النفوذ من أقطار النفاذ من أقطار السماوات والأرض هي القمر، الذهاب للقمر، أبدا، ده القمر احنا لسه في الأقطار. القمر ده واحد راح مشوار الجيزة شبرا بالكتير، قمر جنبنا هو على مرمى حجر، ما
ما هوش نفاذ، ما احتاجش الامر النفاذ من اقطار السماوات والارض. ده كلمه اقطار السماوات والارض، شوف كلمه سماوات، اقطار السماوات والارض معناها الزمان والمكان، انك تنفذ في الزمان والمكان وتبقى تروح ورا الزمان ورا المكان. يعني ولا يحتاج انك تنفذ في السبع سماوات كله وتطلع منهم تروح بقى للعرش بقى والرحاب الالهي بقى والحاجات دي. فيعني ادي كلمه النفاذ من اقطار السماوات، وده ما يعراك بقى، ده حاجه ما تحصلش الا بسلطان الهي هو اللي يسري ويعرج بعبده الى السماوات العلى فوق وينفذ به من اقطار السماوات والارض. كلمه نفاذ من اقطار السماوات والارض يعني تجاوزها كلها ونفاذ من اقطارها، وهي اقطار الكون هي الزمان والمكان، فتروح ورا الزمان ورا المكان الى ما وراء الزمان وما وراء المكان. انما تروح القمر ده ما فيهوش نفاذ من اقطار السماء، احنا لسه جوه السماء الاولى، كمان احنا لسه جوه السماء الاولى سماء الدنيا، ومش رحنا لاخر السماء الدنيا. ده حاجه على يعني حاجه على يمينك كده، فما هياش، وده على بعد ايه ثانيه بسرعه الضوء، يعني حاجه ما فيش. وبعدين واضح جدا ما فيش اي وكاله فضائيه ادعت انها هتقوم بسفريه تنفذ فيها من اقطار السماوات والارض وتحمل الركاب الى الرحاب الالهي، لسه ما حدش ادعى هذه الدعوه ولا قال انه ممكن يقتحم او ينفذ من اقطار السماوات والارض، ما حدش ادعى دي. ومع كده برضه كلمه لا تنفذون الا بسلطان برضه تدي معنى تاني، ان لو شاء ربنا هذا النفاذ لأي مخلوق هينفذ برضه، لو شاء ربنا هيديله السلطان وهينفذ من أخطار السماوات والأرض، يعني برضه مربوطة بالسلطان اللي هو العلم والقدرة، وربنا يعطي العلم والقدرة لمن يشاء. لكن هم مش عاوزين يفكروا، ويعني الله وليه نحن نوع نجادل في الحاجات دي، معناه نروح لقلب القضية كلها، يعني روح الدين بتاعنا العلم والعقل. يعني أفلا تعقلون في كل حتة في القرآن قل رب زدني علما، ده أمر ربنا أمرنا أننا نستزيد من العلم، نتعلم من الشامي والحلبي والمغربي والأمريكاني والياباني والصيني والروسي ومن الكل نتعلم. الله طب ما هو اليابان اتعلمت من أمريكا الإلكترونيات وسبقتها، أوروبا اتعلمت من العرب زمان من أيام ابن سينا والرازي وسبقته. الله طب ما نتعلم فيها إيه؟ ده أمر، قل رب زدني علما، ده أمر، نحن نستزيد من العلم في من جميع منابعه. وبعدين في الواقع رحلة النزول إلى القمر هي مخاطرة رائعة، وهي مخاطرة ميتافيزيقية دينية. أنا في نظري إنها أشبه بسيمفونية أو قصيدة شعر، عمل بطولي عظيم. والمسلم في كل مكان يحيي الرواد اللي ينزلوا على الأمر من أي جنسية، لأنه مع العلم ومع اقتحام المجهول. أنا اخترت لكم فيلم فعلا من أحسن الأفلام اللي جت عن رحلة النزول على القمر، وفيه تفاصيل حقيقة ما حد شافها أبدا، يعني فيلم تفصيلي بعملية النزول على القمر، هنشوفه سوا بدءا من الأول خالص. العالم كله مستني اللحظة دي، كان حاجة شيء رهيب، يعني آلاف هناك في قاعدة الإطلاق في كيب كينيدي، وده الكنترول، قاعة الكنترول قاعدين مستنيين، العالم كله قاعد قدام التلفزيون مستني اللحظة التاريخية العجيبة. وبعدين أمر الانطلاق، انطلق الصاروخ فوق بركان من اللهب، من لهب الهيدروجين والأكسجين، طلع زي العملاق. كل العالم عينيه على هذا الصاروخ يوم إطلاقه، كان شيء يعني حدث رهيب. غرفة المراقبة، وصلت المراقبة، ابتدى ياخد مداره
الصاروخ ابتدى ياخد مداره في الفضاء. شوفوا القمر بيصوروه من بعيد. ابتدى ياخد مداره. عارفين بقى المركبة الأم ومعاها مركبة الإنزال بتعدل وضعها في الفضاء. مركبة الإنزال ملتصقة بالمركبة الأم. مركبة الأم ومعاها مركبة الإنزال خدت وضعها في الفضاء وعملت خدت 3 أيام عشان الوصول للقمر. صور القمر مستنيين لحظة الأمر من الكنترول بانفصال المركبة. لسه ما جاش الأمر. المركبة الأم بتلف حوالين القمر منتظرة أمر بانفصال مركبة الإنزال. العلماء بيتداولوا. شوفوا منظر الأرض من على القمر. شوفوا الأرض منورة زي الكوكب ازاي هناك. الأرض اهي ده المنور. ده الأرض. الأرض وهي تشرق على سماء القمر. شوفوا المركبة. مركبة الأم دايرة بتلف. جه أمر بانفصال. هيدوا أمر بانفصال المركبة. شوفوا انفصال المركبة. ادوا الأمر. العلماء قاعدين يتداولوا في كل ثانية يعني تسوى 1,000,000,000 جنيه. أي غلطة خلاص. لسه تصور القمر طول الوقت. تنقل الصور لقاعة الكنترول. أمر بانفصال المركبة. المركبة انفصلت. المركبة بتلف دلوقتي حوالين القمر في انتظار أمر النزول. هتنزل فين؟ ده السؤال. علماء قاعدين يتداولوا. العلماء قرروا انها تنزل في سفح ديكارت. مكان في القمر ما فيهوش مرتفعات كتيرة. شوفوا التراب والمركبة نازلة. مركبة نازلة على سفح ديكارت دلوقتي. عملت زوعة ترابية على سطح القمر. نازلة في هدوء. هتنزل على سفح ديكارت. دي مركبة الإنزال. إنما المركبة الأم لسه عمالة تلف بقى على طول الوقت حوالين القمر. هوب استقرت على سطح القمر بعد 6 ساعات من القلق والساعات العصيبة. بنام الرواد فورا. شوفوا السماء الصبح شكلها ايه. سودة. السماء على القمر دايما سودة. صحي الصبح جون يانج بعد ما خد نومته نزل. حط العلم الامريكي. اول قدم تخطو على القمر. جون يانج. شوفوا السماء سودة ازاي. ده نهار القمر سماء سودة باستمرار. ده دوك. هم 2 جون يانج ودوك. شوف قد ايه الجسم الانسان خفيف على القمر لان جاذبية القمر ضعيفة. جاذبية القمر 1/6 من جاذبية الارض. بيصوروا السماء من على القمر بالتصوير الالترا فايولت فوق البنفسجي. شوف الهالات الفوق البنفسجيه اللي حوالين المجرات. شوفوا هنا التصوير ده من على القمر. بيصوروا السماء من على القمر. تلاقي فيه هالات فوق بنفسجيه كده فوق.
بيبتدوا يركبوا بقى أجهزة مرصد فلكي على القمر، أجهزة رصد للزلازل، مجسات للأرض، فجروا عبوات نسفة صغيرة عشان اختبار التربة، مقاييس لدرجة الحرارة، مقاييس للمغناطيسية القمرية، عملوا معمل كامل كامل حطوه هناك. شوف كابلات وبطاريات وأسلاك وحكاية، كل ده بقى هيسجل ويبعت للإيه؟ صالة الكنترول. فيلم خرافي الحقيقة، يعني من أجمل الأفلام اللي عن النزول على القمر. شوف ماشي ازاي اكنه طاير، مع انه ايه بدلته دي إيه كام كيلو حاجه يعني شغلانه، معاه جرافه وشايل اكسجين على ظهره. طبعا ما هو عايش جوه بدله مكيفه تماما، لان درجه الحراره دلوقتي على القمر وهو ماشي كده فوق الغليان، فطبعا بدله مكيفه مسقعه من جوه وفيها جو، وجو ضغطه مظبوط زي ضغط الارض، و اكسجين اللي على ظهره ده اكسجين، لان القمر ما فيهوش، القمر ما فيهوش جو. وبعدين ركبوا اللاند روفر، عباره عن مركبه قمريه مهيئه لارض القمر. هم راكبين دلوقتي اللاند روفر وقدامهم السماء السوداء دي الاسود دي كلها السماء. خدوا رحله كيلو كده من مكان النزول، وراحوا يقيسوا المغناطيسية القمرية. شوف ماشي ازاي بالهلومة اللي شايلها دي، ولا حاجة زي الريش زي الفراشة. هم دلوقتي على بعد كيلو متر من مكان المركبة. زي ما قلنا ركبوا اللاند روفر، هنشوف اللاند روفر دي دلوقتي. هيجرف شويه من التربه، هياخد عينات، كل الحاجات دي اول باول بتروح لقاعه الكنترول والاوامر. اهي اللاند روفر، اهي اللاند روفر حاجه مركبه مهيئه لارض القمر بكل ارتفاعاتها وانخفاضاتها. هم راجعين دلوقتي، حاجة خرافية خرافية صحيح، جرادة قمرية. شوف الدنيا ابتدت تليل على القمر ازاي. لا لسه لسه ما دخلش الليل، لسه ما دخلش الليل، لأن النهار على القمر بطول أسبوعين والليل بطول أسبوعين، فهم نزلوا في نهار قمري هيستمر أسبوعين. هم راجعين في اللاند روفر، ملاحظين دايما السما سودة في عز النهار، السما سودة لأن مفيش جو. واللي بيخلي السماء عندنا زرقاء في النهار إيه؟ الجو. الجو وانكسارات الأشعة والحاجات دي. ابتدوا بقى في قاعة الكنترول ياكلوا سندوتشات وينكتوا، ارتاحوا شوية أعصابهم ارتاحت. لسه إحنا على النهار القمري زي ما قلنا، النهار القمري بيستمر أسبوعين، لكن السماء سودة. خدوا بالكم السماء دايما سودة في عز النهار. هم ركبوا اللاند روفر بتاعتهم اهي، عاوزين يجرفوا شوية صخور وشوية عينات من التربة دي. تاني مشوار باللاند روفر. جمعوا كمية كبيرة من الصخور، أمريكا وزعتها على العالم، كل معاهد الأبحاث في العالم وكل المتاحف منظر خرافي حقيقة.
صوروا البدلة دي معناها كل واحد واخد كل ظروفه معاه، جو هو اللي بتنفسه. الصور بتوصل هناك أول بول للكنترول فيحللوه. دي المركبة اللي نزلوا فيها، شوف الصخور، جابوا كمية عظيمة. دي ثالث مشوار باللاند روفر، هيروحوا على بعد 5 كيلو من المركبة لأعلى فوهة قريبة، نورث ري كريتر اسمها. شوف السماء سودة دايما طول النهار بسبب انعدام الجو وعدم وجود هواء ولا ذرات غبار ولا حاجة، عشان كده السماء سودة ما بينعكسش عليها حاجة. شوف هم قدام الصخرة كبيرة قد ايه، شوف طاير طاير من فرط الخفة طاير. واقفين قدام الصخرة، صخرة ضخمة قطعا. هم قاعد يقولوا البعض يعني يا ريت نقدر نشيلها دي. هم ما يقدروش يكلموا بعض، إذا كان لابد يكلموا بعض باللاسلكي، لأن اللي لو صرخت على القمر اللي جنبك ما يسمعكش، لأن مفيش هوا. عشان اللي جنبك يسمعك يبقى لازم جهاز لاسلكي. هما بيتصلوا ببعض باللاسلكي، ويتصلوا بالأرض برضه وقاعة الكنترول باللاسلكي، كله لاسلكي. إنما على الأرض لما تقعد تصوت للصبح محدش يسمعك. شوف هنا في قاعة الكنترول آخر انبساط العلماء، يعني بيشوفوا لأول مرة شيء خرافي، إنجاز يعني، حاجة برضه غريبة. بيبصوا يتأملوا الحكاية الغريبة دي على القمر يا خبر، وماشيين يتفسحوا كده، حاجة غريبة. فعلا عمل عظيم وجريء، ويعني فيه روح الإنسانية بقى في اقتحامها للمجاهيل. شوف السماء سودة ازاي في عز النهار، احنا في عز النهار القمري، قلنا بيقعد اسبوعين تبقى الارض ملتهبة، ارض القمر يعني ملتهبة فوق الغليان، والسماء سودة سودة كحل. المركبة القمرية اللاند روفر بتاعهم، اجي اخر مزاج رجعوا لمركز موقع الإنزال بتاعهم. قعدوا ليلتين، يومين بليلتين، باتوا يومين بليلتين في هذا الفندق القمري، وقال لهم الأمر بالإقلاع، فراح على طول لقوا البطاريات هتخلص، قال لك الحق يا عم، قال لهم أمر بالإقلاع، راحوا طايرين، هيروحوا بقى تطلع فوق وتلتحق بالمركبة الأم. حكاية برضه تكنولوجية عجيبة، يعني إن تيجي المركبتين ويلتحموا ببعض بالفضاء، في الفضاء يلتحموا في الفضاء وهم في حالة سرعات هائلة، يعني برضو حاجة شيء يعني إنجاز تكنولوجي عظيم الحقيقة. التحمت مركبة الإنزال بالمركبة الأم، بياكلوا أكلة هم آخر مزاج. شوف الأرض
شوف الأرض منورة ازاي زي منورة في سماء الخمر، تبقى كوكب أزرق. صاحبنا دلوقتي ايه؟ عايم عامل سباحة فضائية في الفضاء ومربوط بحبل سري بالمركبة الأم. طلع واحد منهم عام في الفضاء، شوف الحبل السري ده يوصل له الأكسجين والضغط الجوي والحاجات دي عشان يعيش بيه، وقعد يصور بقى. هو عايم دلوقتي في الفضاء على بعد 70,000 ميل من الأرض، في هو فضائي ما فيهوش لا هواء ولا أكسجين ولا أي حاجة، بيقرب من الأرض. شوف الأرض من بعيد كوكب، لكنه قمر ضخم. الأرض تبدو من بعيد لكنها قمر ضخم هائل. شوف الكروية الأرض، خلاص صوروها بقى، مش هتطلع بعد كده لا مربعة ولا مثلثة، كروية يعني كروية. ابتدت أطلقوا صواريخ الهبوط، دخلوا في جو الأرض خلاص، جالهم الأمر بإطلاق صواريخ الهبوط، الكبسولة نازلة بالباراشوت في المحيط. طبعا مستنيينها، البارجة واقفة مستنية في المحيط، كل حاجة جت بالظبط تمام زي ما رسموها، يعني الحقيقة عمل علمي 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 عظيم. شو بيسقفوا حاجات يعني. ورحنا وجينا بالسلامة، وأي رحلة دي؟ أوبا في المحيط، طبعا البوارج واللنشات كله مستني تصفيق من العلماء، كل يعني حاجة دارتهم. الطائرات على طول على واشنطن. سيجار زينوبيا في صحتك، شكرا لله لقد تمت المعجزة فعلا، يعني شيء خرافي. وماذا بعد النزول على القمر؟ الإنسان ما وقفش عند كده، ولا طموحه توقف، رغبة الاقتحام، اقتحام المخاطر والأهوال واقتحام المجهول، هي الإنسان. بعد الأمر بعتوا المركبات للزهرة، وبعتوا للمريخ فايكينج 1 وفايكينج 2 اللي هو الإنسان الآلي اللي بعتوه للمريخ، إن شاء الله هيكون عليه حلقة مستقلة. وبعد كده بعتوا للمشتري أقمار صناعية تصور وتلقط وتبعت تفاصيل دقيقة عن المشتري وعن أقمار المشتري وعن جو المشتري. وبعد كده زحل أخيرا في أغسطس اللي فات، شفنا على شاشات التلفزيون المركبة تشالنجر أو المتحدية اللي وصلت لزحل، ودخلت جوه الحلقات بتاع زحل وصورت عجيب عالم كوكب زحل. وضمن ما اكتشفت ان معلوماتنا عن حلقات زحل ناقصه جدا، احنا تصورنا ان في مثلا 5-6 حلقات اللي بنشوفهم بالتلسكوب، لكن اتضح ان هي الوف الحلقات. كمان ادتنا معلومات جديده عن اقمار زحل وعن طبيعه زحل، كانت تجربه يعني خطيره. وبعد زحل احنا نعرف ان هم ارسلوا اقمار الشمس، وبعدين ارسلوا اخر حاجة سفن فضائية تخرج من المجموعة الشمسية خالص، سفينة هتخرج من المجموعة الشمسية وتعدي برة وتروح للمجرات بقى البعيدة، وفيها رسالة لاي حضارة ممكن تعطر عليها وهي ماشية في السفرية بتاعتها دي، رسالة من الانسان الى اي مخلوق تاني يكون موجود في المجرات البعيدة. في الواقع كل رحلة من دول نشان ونوط جدارة على صدر الإنسان، لأن هو ده الإنسان، حقيقة الإنسان
أبدا مش حقيقة الإنسان إن هو يأكل زي البهيم أو يستمتع زي الحيوان أو أبدا مش حكاية الأكل والشرب والجنس واللهو والحاجات دي أبدا. ده الإنسان هو الحتة دي. البحث عن الحقيقة، اقتحام المجهول، يعني أن يموت فداء الحق والعدل والحرية والكرامة، هي دي الرسل. المسل دي هي الإنسان، وهي سر الأعظم، وهي دي يعني شرفه الحقيقي وكرامته الحقيقية. لكن أنا رغم عشقي الطفولي لهذه الرحلات وتتبعي لها وقرايتي فيها وأشوف أفلام أي شيء يجد أدور عليه وأجيب تلسكوب وأرصد وبتاع، لكن رغم هذا العشق الطفولي لهذا اللون من العلم المخاطرة في الكون، لكن أنا عندي رحلة أعز مني حريص عليها جدا، وهي الرحلة الأخرى إلى الداخل، الإقلاع إلى الداخل، إلى السماوات الداخلية في النفس. هي دي عندي أخطر ألف مرة من رحلة اقتحام السماوات اللي بره دي، لكن اللي أخطر من كده السماوات الداخلية، إن الإنسان يرتحل إلى داخل نفسه. وصعوبة هذه الرحلة إن الواحد مش هيلاقي فيها معالم، مش هيقدر ياخد قبضة كده من صخور السماوات اللي جواها زي ما خد قبضة من صخور القمر، أو مسك حبة من التراب يحللهم. جوه النفس البشرية مش هتقدر تلاقي حتة تحط عليها رجلك، ولا أرض تقف عليها، ولا جرافة تشيل بيها تراب، ولا تمسك شيء صلب، حقيقة صلبة، أو تراب من تراب اللي جواك. الشيء المرعب في الرحلة الداخلية دي إن الإنسان بيسافر جوه متاهات من الخواطر والأفكار، وعالم من المجردات، بيحاول يحس بالإحساس نفسه، بعملية الإحساس. يعني دي رحلة مثيرة ومرعبة حقيقة. وفي هذه الرحلة الواحد بيحاول يتعرف على الأنا والأنت والهو، الحاجات الحقائق الكبرى. سر الإنسان الأعظم هي نفسه، الأنا. إيه هي الأنا؟ إيه هي الكينونة الجوانية المستمرة دي في ديمومة متصلة؟ هي إيه؟ الإحساس بالذات المستمر باستمرار هو إيه؟ التفكير والاستبطان والرحلة الداخلية دي ممكن توصل للواحد لآخر مدى الشوف، عند الحد الفاصل بين الحياة والموت، ما يبتدي يحس بالذي أقرب إليه من حبل الوريد. يقولوا من عرف نفسه فقد عرف ربه. دايما الرحلة الداخلية دي هي بتقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما القرآن قال إن هو أقرب إلينا من حبل الوريد. ربنا أقرب إلينا من حبل الوريد، نعرف قربه وأقرب إلينا من نفسنا بالنظرة الداخلية دي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دي الرحلة التانية بقى، الرحلة الجوانية، وهي أعز الرحلات، وهي دي رحلة كل مفكر، ورحلة الفنان، ورحلة الفيلسوف، ورحلة الإنسان اللي كل إنسان لازم يقعد مع نفسه في لحظة، لازم يجي له حالة خلع كده من كل العالم والهو والدوشة دي، ويخش ويقفل على نفسه الباب ويرتحل إلى داخل نفسه، ويقعد مع نفسه ويحاسب نفسه ويحاول يفهم نفسه. من غير هذه الجلسة هينقصه شيء كتير، لأن حقيقة الإنسان إيه؟ ما هو حقيقة الإنسان ما هوش مجرد الجسم ده اللي هو طوله وعرضه ووزنه وشكله وألوانه وشعره. لا، الإنسان واقف بين عالمين، مطل بجسمه على العالم، عالم الشهادة، العالم المشهود، لكن مطل بنفسه على عالم الغيب. فالإنسان هو على الشعرة اللي بين الشهادة والغيب، يتعامل بجسمه مع عالم الشهادة ومع عالم المعقولات والجزئيات والماديات والأحاسيس وكل ده.
لكن يتعامل مع قلب بقلبه، يتعامل بما عالم الغيبيات كله. ودي من خطورة الإنسان، ودي سر الأعظم، إن هو إنسان مزدوج في حقيقته، مادي في الظاهر، روحاني في الحقيقة. إنسان بيكتشف دي لحظة ما يبتدي يقفل عليه الباب، وفي الصمت المطلق يبتدي يرتحل إلى الداخل. اللحظة العظيمة دي لحظة التعرف الإنسان على نفسه ثم تعرفه على ربه، هي أعز اللحظات. ونرجو أن يكون لكم نصيب من الرحلتين، رحلة إلى الخارج للتعرف على المسكن، مسكن الإنسان بين النجوم، ورحلة إلى الداخل للتعرف على النفس وعلى الرب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.